يا اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، وكالعاده هنعمل لك النهارده حلقه قويه جدا عن عزل الباب والشباك. لو انت مهتم وبتفكر في الوقت اللي جاي انك تعمل عزل للباب والشباك، لان الموضوع ده موضوع مكلف جدا، هقول لك على كل التفاصيل بعد الفاصل. اوعى تروح في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان اقول لك انه عزل الباب او الشباك مش الفكره فيه ان احنا بنجيب الباب او الشباك وبس ونعمل له عمليه عزل، لكن الجديد دلوقتي بعد التجارب اللي احنا بنعملها في شغلنا في شغل عزل الصوت ان احنا لازم نعمل باب او شباك ورا الباب والشباك الرئيسي. علشان الشغل يكون شغل مظبوط جدا لازم نقفل الحيطه نفسها اللي موجود فيها الباب او الشباك. لو حد جه وقال لك اعمل الشباك بتاعك شباك فقط، اعمل له عزل صوتي فقط، انك تعمل له شاسيه زي ما بنشوف بعض الناس اللي بتيجي تعمل الشغل ده وبتكاليف عاليه جدا، بتروح للعميل تروح عامله شاسيه من الخشب تحط الماده العازله وتقفل عليه بالخشب. طبعا الكلام دوت كلام، يعني عايز اقول لكم انه كلام مكلف، بتكلف العميل وبنيجي بعد كده بنشيل الشغل ده علشان نعمل الشغل المظبوط بتاعه. الشغل بتاعنا بيكون عبارة عن طبقات من الصوف الصخري، وبعد كده بنركب عليها الواح من الجبس، وبعد كده بيكون في شاسيه طبعا موجود في النص. الشاسيه دوت سواء للباب او للشباك بنبتدي نركب عليه باب خشبي بيكون معزول من الصوت، وبيكون كمان من جوه ومن بره متقفل، وشغل يعني زي اللي هتشوفه في الفيديو اللي قدامك ده. زي ما انت شايف دي المعاينه اللي احنا بنعملها، بنروح نلاقي الشباك ده على الشارع فبنعزل الحيطه نفسها مع الشباك. وفي النهايه عايز اقول لك انه الصوت بيتقلل بنسبة معينة، النسبة دي تكاد تكون من 70 ل 80%، لكن النسبة دي بتكون نسبة مرضية جدا، وده بيكون على حسب كثافة المادة العزلة. أقوى مادة عزلة إحنا بنشتغل بيها وأعلى كثافة هي كثافة 100، في كثافة 40، كثافة 50، 60، في كثافة 70، وفي كثافة 100. أقوى مادة عزلة هي الصوف الصخري، وبيكون الكثافه بتاعتها اللي احنا بنشتغل بيها كثافه 100. طبعا لازم اسلم العميل الشغل ده بالتيكتس بتاعه بالدنسيتي او الكثافه بتاعه الماده العازله. لو انت مهتم باي تفاصيل في شغل الباب او الشباك عاوز تعزله، اتواصل معايا على الواتساب على الرقم الموجود قدامك، كل التفاصيل اقولها لك، كل الاسعار. عايز اقول لكم انه الشركات بتضرب في اسعار عاليه جدا، انا هقول لك على التكلفه قبل ما اتحرك، قبل ما اعمل معاينه، بس انت حضرتك اديني المقاسات وانا هقول لك التكلفه بالكامل. وبدل ما تغير للشباك او الباب يو بي في سي، احنا هنقلل لك التكلفه ديت، لان تكلفه اليو بي في سي بقت تكلفه عاليه جدا، فاحنا هنقلل لك الموضوع ده باننا نعمل لك باب او شباك جوه الباب. تحت امركم في اي تفاصيل، اتمنى ان اكون افدتكم في الحلقه ديت، ولو عندك اي استفسار عن اي حاجه في العزل الصوتي او في التشطيبات عموما تحت امركم، اتواصل معايا بس على الواتساب او على التليفون، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. ما تنساش لو الحلقه دي عجبتك لايك شير سبسكرايب للقناه علشان كل الناس تشوف شغل العزل الصوتي الصحيح في مصر، واشوفكم على خير في فيديو جديد.